مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. تقريبا ده هيبقى اطول فيديو عملته، فربنا يعيننا دلوقتي وانا بصور، وربنا يعينكم دلوقتي برضو وانتوا بتتفرجوا. لو سالت اي ام عن شعورها بفقدان واحد من اولادها، فاكيد الشعور هيبقى صعب جدا يتوصف، ومش هتلاقي اي كلام او احساس تعبر بيه عن اللي جواها. قصتنا النهارده عن قضيه اختطاف حصلت يوم 15 سبتمبر 1981 عن اورسولا، البنت اللي عندها 10 سنين اللي ركبت العجلة بتاعتها على أمل إن هي ترجع بيتها، لكنها ما رجعتش بيتها لحد النهاردة. وعلشان كده القضية دي بقت من أكتر القضايا الجنائية شهرة في تاريخ القضايا اللي حصلت في ألمانيا كلها. يا ترى أرسولا اختفت فين وإيه اللي حصل لها؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. وكالعادة قبل ما نبدأ في الفيديو، لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الإشعارات علشان توصلكم مني كل الفيديوهات الجديدة لو انتوا حابين طبعا، وما تنسوش اللايك و ليتس جو. بتبدأ أحداث قصتنا في أقصى جنوب ألمانيا عند بحيرة أمرسي، والمكان ده هتلاقي معظم أثرياء ميونخ في ألمانيا شاريين بيوت هناك. وعلى بعد أقل من 2 ميل بتفصل بينهم كتلة من غابات التنوب الكثيفة جدا، والمنطقة دي بتعتبر مصدر جذب للصيادين والرياضيين والناس اللي هي بتركب الدراجات الجبلية دي. يعني المكان ده بيتعمل فيه أنشطة كتير كويسة، ولكن على قد ما المكان ده كويس للرياضيين والناس دي، يعني ان انت تتنزه فيه وكده، فهو برضو مكان كويس جدا للمجرمين والسوابق والسفاحين ان هم يستخبوا فيه. وعلشان كده من 40 سنة في اواخر الصيف كان المجرمين بيخططوا للجريمة اللي بنتكلم عنها النهاردة. يوم الثلاث 15 ديسمبر 1981 كان نهاية اليوم الدراسي الاول في السنة الجديدة. أرسولا كانت راجعة بيتها في منطقة إيشينج. أرسولا كان عندها 3 اخوات، وفي اليوم ده اتدربت على البيانو مع اخوها الكبير مايكل، وبعد كده راحت بقى علشان تروح درس الجمباز، وكنا تقريبا بعد الظهر ولكن قرب العصر بشوية كده. المهم ركبت أرسولا العجلة بتاعتها علشان هتمشي من الطريق اللي هو ماشي في وسط الغابة اللي موازي لطريق البحيرة. ولما خلصت درس الجمباز بتاعها رجعت على بيت عمها في شندورف وتعشت معاه. وفي حوالي الساعة 7:30 كده اتصلت والدة أرسولا ببيت عمها وطلبت منه ان هو يبعت أرسولا بقى، لان خلاص يعني الوقت اتأخر والليل ليل، فخلاص ابعتها يعني. والدة أرسولا كانت مطمنة ان أرسولا هتعرف ترجع لوحدها، لان المسافة بين بيتهم وبيت عمهم كانت تقريبا 10 دقايق بس بالعجلة بتاعتها. ولكن عدى شوية وقت كده وأرسولا ما جاتش لسه، فاتصلت تاني ببيت عمها وقالت له ابعت أرسولا ما جاتش لسه. فقال لها أرسولا نزلت من عندي من 25 دقيقة بالظبط. فهنا بقى حست والدة أرسولا ان اكيد في حاجة غلط، ازاي واخدة الوقت ده كله في الطريق والطريق اصلا 10 دقايق بس. وعلشان كده نزل والد أرسولا من إيشينج ونزل عمها من شندورف ومشوا في الطريق ان هم يعني يدوروا عليها وكده، ولكن اتقابلوا هما الاتنين في الطريق المؤدي للغابة. ومعنى ان هما الاتنين اتقابلوا في الطريق اللي المفروض أرسولا ماشية فيه، فده معناه ان ده جاي كده ملقاهاش هنا وده جاي كده ملقاهاش هنا. فهنا بقى عرفوا ان اكيد أرسولا حصل لها حاجة في الغابة، فبدأوا ينادوا عليها بأعلى صوتهم أرسولا أرسولا في الغابة، ولكن مفيش اي حد كان بيرد ومفيش اي حد حواليهم ولا اي حركة ولا كان باين ان في اي حاجة غريبة. بعد ساعة تقريبا كان الخبر انتشر بين الجيران كلهم، وكمان كانوا بلغوا الشرطة والشرطة انضمت ليهم والجيران والكلاب البوليسية والمطافي، والدنيا اتقلبت في الغابة. الدنيا ليلت عليهم جامد بقى، ومع اقتراب نص الليل كده تقريبا بدأت الدنيا تمطر جامد جدا، وده يعني بطأ معاهم وصعب مهمة البحث جدا عن أرسولا. يعني غابة مكان كثيف جدا وكلها طين بقى وكده، وغير المطر اللي نازل والعاصفة، فده صعب معاهم مهمة البحث جدا. ولكن في الاخر يعني هم فضلوا يبحثوا لحد ما لقوا عجلة أرسولا. طب هم لقوا العجلة، بدأوا بقى يسألوا نفسهم طب أرسولا فين؟ ما هي طالما دخلت الغابة ولقينا العجلة هنا اكيد أرسولا حصل لها حاجة هنا. وتاني يوم الصبح انتشر بقى الخبر في كل وسائل الاعلام، وبدأت الاذاعة تتكلم وتقول اخبار اول باول عن البنت المفقودة، واستمر البحث تاني في الغابة. والشرطة برضو علشان يعني تدور اكتر وتعمل اللي عليها، جابوا طيارة هليكوبتر علشان تشوف المنظر من فوق، تبقى شايفة كل حاجة، جايز تقدر توصل لحاجة او تشوف حاجة هم ما كانوش شايفينها. واتعمل تحقيق مع والد والدة أرسولا، واتسألوا عن
الهدوم او اللبس اللي كانت لابساه أرسولا في اليوم ده. وكمان الشرطة عرفت منهم ان والدها بيشتغل مدرس، وان والدتها بتشتغل او ما بتشتغلش، يعني هي ربة منزل، وما عندهمش اي عداوة مع اي حد. فمين بقى اللي عمل كده في أرسولا؟ خطفها او هي راحت فين؟ حصل لها ايه؟ يعني برضو عيلة هيرمان اللي هي عيلة أرسولا يعني كانوا مختلفين عن كل العائلات اللي كانت ساكنة في إيشينج، وكانوا من أسرى الأسرياء يعتبر هناك، لأن جد أرسولا الأكبر كان شاري أراضي من زمان على البحيرة وكان عندهم هناك بيت. يوم الخميس الصبح كان عدى تقريبا حوالي 36 ساعة على اختفاء أرسولا. كانت كل عيلة هيرمان قاعدين بقى في البيت بتاعهم ومستنيين بقى أي خبر سعيد يجي يفرحهم إن هم لقوا أرسولا أو كده. وفجأة وهم قاعدين التليفون رن، فردوا على التليفون ما كانش فيه اي حاجة، مكالمة غامضة وغريبة ومخيفة في نفس الوقت، اغاني شغالة، اغنية قصيرة كده بتشتغل وتخلص وتشتغل تاني، ومفيش اي حد بيتكلم. ونفس النظام ده المكالمة اتكررت 3 مرات، الاغنية تشتغل وتفصل وتشتغل تاني. فالمكالمة دي رعبتهم جدا، وعلشان كده استدعوا الشرطة عندهم، والشرطة جت فعلا واخدت سجل المكالمات على امل ان هم يكون ده يعني الخاطف اللي كان بيتصل ويقدروا يوصلوا له. يوم الجمعة الصبح ساعة البريد سلم والد أرسولا ظرف جايله في البريد، فوالد أرسولا استلم الظرف ده وفتحه لقى فيه رسالة، ولكن الرسالة دي كانت غريبة جدا لأنها ما كانتش مكتوبة بخط الإيد أو كانت حتى مطبوعة، ده الكلام اللي كان مكتوب فيها كان متقصقص من جرايد وصحف قديمة ومتشكل بيه جملة مفيدة، اللي هو يعني الخاطف مش عايز يكتب بخط إيده علشان ما يتكشفش، فجاب جرايد وصحف قديمة قصقص منها كلمات قدر يشكل منها محتوى الرسالة. المهم ان محتوى الرسالة كان بيقول ان احنا خطفنا بنتك، وانت لو عاوز تشوفها تاني فانت هتدفع لنا فدية 450 الف مارك الماني، وطبعا ما تتصلش بالشرطة واحنا هنتصل بيك تاني بعد كده باستخدام الاغنية اللي اتصلنا بيها، اللي اتصلنا عليك اول مرة بيها، واول ما تسمع الاغنية انت بس قول لنا انت موافق تدفع الفدية ولا لا. وطبعا لو انت ما وافقتش تدفع الفدية فانت مش هتشوف بنتك تاني، ولو اتصلت بالشرطة برضو هنقتلها ومش هتشوفها تاني. وفعلا في اليوم المحدد رن التليفون، ولكن المرة دي بقى والدة أرسولا اللي ردت على التليفون، واول ما سمعت الاغنية قالت لهم انا موافقة على دفع الفدية ولكن بشرط، انا عاوزة دليل او عاوزة اي حاجة تثبت لي ان بنتي لسه عايشة وكويسة وما زالت على قيد الحياة، وعايزة كمان اسمع صوتها. فهنا بقى الاغنيه فصلت ولكن المكالمه كانت شغاله لسه. فوالده أرسولا اتضايقت جدا ان مفيش حد بيرد عليها، وفضل بقى تصرخ فيهم انا عايز اشوف بنتي، ادوني بنتي اكلمها، فقفلوا السكه في وشها. يوم الاثنين بالليل اللي هو كان مصادف يوم 21 سبتمبر وصلت رساله تانية لبيت والد أرسولا. الرساله دي كانوا بيوصفوا له بيها بقى ان هم عايزين الفيديو شكلها ايه ومحطوطه فين وكده. المهم ان هما كانوا طالبين ان الفلوس تكون نقدية كلها مش فواتير او شيكات يعني، وتكون محطوطة في شنطة سودا، وحددوا له مكان، قالوا له انت هتروح تحط الشنطة في المكان ده وهترجع على بيتك، وبعد فترة قصيرة هتلاقي البنت رجعت على البيت لوحدها. ولكن للأسف مفيش اي حاجة مشيت زي ما كان مقدر ليها. بعد ما الخاطفين دول استلموا الفدية المكالمات وقفت والرسائل وقفت، ومبقاش في اي اخبار جديدة عن أرسولا ولا اي اخبار من الخاطفين، حتى الشرطة كمان مبقاش عندها اي ادلة، وبقوا محتارين جدا مش عارفين يعملوا ايه. وعدى اسبوعين على الحال ده لحد ما الشرطة قررت بقى ان هم خلاص يعني يعتبروا أرسولا في عداد المفقودين، ويبدأوا ان هم يدوروا عليها تاني، ما يستنوش مكالمة من الخاطف او كده. وفعلا انتشرت الشرطة والكلاب البوليسية وكل العناصر الامنية في الغابة علشان يبدأوا البحث تاني، وكانوا مشكلين نفسهم على فرق علشان يسهلوا مهمة البحث اكتر، كل فرقة هتدور في المكان ده وكل فرقة هتدور في المكان ده، ووزعوا الادوار على بعضهم يعني وبدأوا البحث. واحد من الضباط بقى اللي كانوا بيدوروا وهو ماشي في الغابة كده حس بصوت حاجة بتزيق تحت رجله، صوت كأنه صوت المشي على الخشب، انتوا عارفين الصوت ده، فندى لواحد من العناصر الامنية علشان يجي يفحر هنا علشان يشوفوا فيه ايه. فشالوا الورق الشجر اللي كان على الارض وشالوا طبقة الطين ولقوا فيه بطانة بنية كده شالوها، وشالوا ولقوا تحتها لوح خشب شالوه، لقوا تحته كمان لوح خشب، بس ده بقى كان باين ان هو غطى صندوق وكان متمسمر جامد جدا بمسامير ومقفول كويس جدا. فجابوا مفكات يعني وكده وبدأوا يفكوا المسامير من الصندوق ده، وفتحوا الغطا وتفاجئوا بأرسولا جوه الصندوق، ولكن للأسف أرسولا كانت جثة.
واليوم ده كان كئيب جدا حتى على الشرطة، وتم تحويل جثة أرسولا للطب الشرعي علشان يحددوا سبب وفاتها. الطب الشرعي صرح بأن أرسولا اتوفت بعد من 30 دقيقة لخمس ساعات من وضعها في الصندوق ده، وافترضوا كمان ان هي تم تخديرها باكسيد النيتروز قبل ما تتحط في الصندوق، لان ما كانش فيه اي علامات صراع عليها او حركة داخل الصندوق او اي خدوش او ضرب مثلا او حاجة على جسمها تدل على ان هي كانت بتتحرك وكده. وبعد كده بقى تم يعني اخبار عيلة هيرمان بالموضوع ده. طبعا عيلة هيرمان لما سمعوا الخبر ده كان صادم جدا بالنسبة لهم. والدة ارسولا لما سمعت الخبر يعني قعدت متنحة كده، ما تكلمتش ولا سألت ولا قالت اي كلمة، لانها من الصدمة هي اصلا كانت مفكرة يعني ان بنتها بقى ممكن ترجع لها مثلا، ما تخيلتش ابدا ان بنتها ممكن تموت وما ترجع لهاش او ما تشوفهاش تاني. وفضلت بقى تلوم نفسها ان هي اللي سابتها تيجي بالليل لوحدها، وان هي كان المفروض تروح تجيبها وما تسيبهاش تمشي لوحدها في الغابة بالليل والكلام ده كله. اما والد ارسولا بقى فكان غضبان جدا ومتوتر جدا، وعمال يزعق ويسأل الشرطة بنتي حصل لها حاجة قبل ما تموت ولا لأ، وكان جوابهم لأ. وبعد ما الخبراء فحصوا الصندوق اتأكدوا ان الخاطفين كانوا مخططين ان ارسولا تفضل حية داخل الصندوق، لان بيبان من خلال التصميم الذكي بتاع الصندوق ان فيه رف وفي كمان مقعد وينفع يستخدم ان هو يبقى مرحاض، وفي جوه معاها ازايز ميه وفي ازايز مشروب الفانتا وفي شوكولاته وفي بسكوت وفي علبه لبان يعني، وكان في كمان رف فيه كتب او قصص وروايات يعني وكده، كان فيه حوالي 21 كتاب، فاللي هو مهيئ لها كل الجو علشان تبقى عايشه فيه. وكمان كانوا مزودين علشان يبقى فيه نظام تهويه يعني وكده، كانوا مطلعين ماسوره من الصندوق ومطلعينها فوق سطح التربه علشان تشفط هواء يعني وتنزل ارسولا وتقدر تتنفس وكده. ولكن اللي ما خدوش بالهم منه بقى ان الاكسجين اكيد هيخلص بسرعه، وان هما كانوا المفروض يجيبوا اله علشان تسحب الهواء او تشفط الهواء على طول، لان الانبوبه بتاعه اللي هما حاطينها دي اكيد مش هتقدر تسحب الهواء في مكان ضيق بالشكل ده. ومن خلال تحريات الشرطه فكان في بالنسبه لهم اكتر من نقطه مثيره للشك، زي ان مثلا اكيد الخاطف مش شخص واحد، لان الصندوق لوحده من غير الحاجات اللي فيه كان وزنه لوحده 60 كيلو جرام، فاكيد مش شخص واحد هيقدر يشيل الصندوق ده كله ويفحر الحفره بالعمق ده، فافترضوا ان هم على الاقل خالص هيبقوا شخصين اتنين هم اللي خطفوها. اما الاحتمال التاني بقى ان هو برضو مش شخص واحد، والخاطف ده اكيد من اهل المنطقة، لان كانوا مختارين مكان بعيد خالص عن العيون وقدروا ان هم ما يثيروش الشكوك ولا يثيروا الانتباه لهم خالص طول فترة الحفر في الغابة وطول فترة وضع الصندوق. وبعد مرور ايام كان صعب جدا على الشرطة العثور على الخاطفين، لان ما كانش فيه اي دليل او اي خط قدامهم يمشوا وراه. وعلشان كده في محاولة اخيرة يائسة قرروا ان هم يعملوا مكافأة 30,000 مارك ألماني لأي شخص عنده معلومات صحيحة عن القضية أو عن الخاطف ويقدر يجي يقولها للشرطة. وفعلا جه شخص على طول للشرطة وقال لهم إن في شخص مثير للشك اسمه مازوريك وعنده 31 سنة. الشرطة كان عندها دافع إن هم يشكوا في مازوريك ده من خلال خلفية حياته، لأنه كان عايش في بيت قريب جدا من بيت عيلة هيرمان اللي هي عيلة أرسولا، وكمان كان من خلفية حياته عرفوا إن هو ساب المدرسة وهو عنده 15 سنة واشتغل في ورشة تصليح سيارات ولحد النهاردة بيشتغل فيها، وكمان معروف عنه ان هو سريع الغضب، بيغضب جدا ودايما بيفتعل المشاكل مع الناس وبيتخانق معاهم ومش محبوب ابدا في المنطقة، وعملاق وكبير كده ومحدش خالص بيحبه. وغير كده وكده بقى ان هو كان عليه ديون بقيمة 140,000 مارك ألماني، وده لوحده سبب كافي جدا ان هو يخطفها ويطلب فدية. وفعلا الشرطة قبضت على مازوريك ده وبدأوا ان هم يستجوبوه، وخلال الاستجواب سألوه انت كنت فين ليلة الحادث، فقال لهم انا مش فاكر كنت فين. وفضل على الحال ده في التحقيقات لمدة 24 ساعة لحد ما قدر يقدم لهم حجة عن هو كان فين في اليوم ده. قال لهم انا كنت بلعب لعبة اللوح مع زوجتي واتنين من اصدقائي. وفعلا الشرطة راحت بيته فتشت البيت وفتشوا الورشة بتاعته، ولكن للأسف ملقوش أي دليل ضده واضطروا إن هما يطلقوا سراحه. بعد كده فريق البحث الجنائي قدروا يلاقوا بصمة موجودة على شريط لاصق كان موجود في مسرح الجريمة. وطبعا الناس كلها أو كل متابعين القضية وأهل أرسولا والشرطة كان أملهم متعلق جدا في البصمة دي إن هي تقدر توصلهم للقاتل أو للخاطفين يعني.
بعد فحص البصمة دي وبعد مطابقتها مع آلاف البصمات من السكان المحليين بما فيهم بصمة مازوريك ما طلعتش متطابقة مع أي شخص فيهم. وفي شهر يناير 1982 كانت لسه كل الشكوك متمركزة ومتمحورة حوالين مازوريك، فالشرطة قبضت عليه تاني هو واتنين أصحابه وقعدوا يعني علشان يستجوبوه ويحققوا معاه كده، ولكن للأسف ما قدروش برضه يوصلوا منه لأي معلومة أو أي دليل يشككهم فيه، فأطلقوا سراحه تاني هو والاتنين اللي كانوا معاه. وبعد شهر تم استجواب واحد من معارف مازوريك كان اسمه بافافينغر. بافافينغر ده بقى كان ميكانيكي عاطل ودايما سكران وشارب وحالته بالبلا يعني. المهم بافافينغر ده بقى كان عليه إيجارات متأخرة لصاحب البيت اللي كان ساكن فيه، فصاحب البيت راح بلغ الشرطة وقال لهم ان في الاسابيع القليلة اللي قبل الجريمة شاف بافافينغر راكب موتوسيكل وحاطط وراه حاجات مشبوهة وماشي بيه. فالشرطة لما جابت بافافينغر وبدأوا يحققوا معاه يعني كان مصر جدا ان هو ملوش اي علاقة بالجريمة دي وانه ملوش اي، وكل الكلام اللي هو صاحب البيت قاله ده مش صحيح خالص. والشرطة يعني فضلت تحقق معاه كتير وما وصلوش لاي حاجة. بعد يوم من التحقيقات كان بافافينغر لسه في قسم الشرطة والضباط كانوا في استراحة، وكان في حارس واحد سايبينه قاعد مع بافافينغر في المكتب وكده. فبافافينغر لانه كان دايما سكران وكده فبدأ زي ما تقولوا يخطرف كده او كأنه بدأ يعترف يعني، فالحارس سمعه وهو قاعد يكلم نفسه ويقول ماذا لو كنت اعرف شيئا. ولما المحققين رجعوا من الاستراحة بدأ بافافينغر يعترف لهم بكل حاجة. قال لهم انه في اوائل سبتمبر 1981 مازوريك طلب منه يحفر له حفرة في الغابة في مقابل ان هو هيديله 1000 مارك الماني وجهاز تلفزيون الوان. وفعلا بافافينغر راح حفر له الحفرة في الغابة، وهو بيحكي لهم قال لهم انا لفت انتباهي الصندوق الكبير اللي كان ورا عربية مازوريك. فهنا بقى الشرطة خلاص اخيرا شموا نفسهم وقالوا بقى يعني خلاص احنا قدرنا نمسك اول قيد هنمشي وراه وخلاص كده القضية اتحلت، ده في نظرهم طبعا. وعلشان بقى يتأكدوا من اقوال بافافينغر ان هي صحيحة وان هو صادق في ادعاءاته وكده قالوا له تعالى ورينا موقع الدفن في الغابة، هم اصلا كانوا عارفينه بس عايزين يتأكدوا هو هيعرف يوصل ولا لا. قالوا له تعالى ورينا موقع الدفن في الغابة والمكان اللي انتوا حطيته فيه الصندوق. فخدوا بافافينغر للغابة ولكن مقدرش يوصل لمكان الصندوق ومقدرش اصلا يوصل حتى لمكان قريب من المكان اللي هم دفنوها فيه. فهنا بقى الشرطة اتضايقت جدا ورجعوا تاني لاسم الشرطة، واول ما رجعوا تاني لاسم الشرطة قال لهم انا بلغي كل اقوالي وكل الحاجات اللي انا قلتها دي واعترافاتي دي وكل الكلام ده مش صحيح وكل دي ادعاءات باطلة من عندي، انا بس كنت سكران وكنت بهلوس. الشرطة فضلت تحقق معاه اكتر من يوم وفضلوا يعني يستعملوا معاه القوة ويستعملوا معاه كل حاجة علشان يعترف تاني، وبرضه ما كانش راضي يعترف. ففي الاخر اللي هو خلاص ما كانش قدامه حاجة غير ان هما يطلقوا سراحه، مع ان اعترافه كان دقيق من اكتر من ناحية، زي ان مثلا الشرطة قال ان هو قدر يوصف موقع الدفن او مكان الصندوق ولكن ما قدرش يوصل له على الحقيقة، ووصفوا ان هو كان محتال وممثل شاطر جدا، ولكن في الاخر تم اغلاق القضية وتصنفت على انها قضية غير محلولة لعدم كفاية الادلة. ان تم اعادة فتح القضية تاني سنة 2000 لما كان مكتب ولاية البفارية للتحقيقات الجنائية بيحاول يفتح كل القضايا اللي هي اللي كانت اتقفلت قبل كده لعدم كفاية الادلة او قضايا غير كاملة يعني، وكانوا بيحاولوا يحلوها او يحاولوا يدوروا على اي دليل تاني جايز يوصلوا لحاجة. وكانت قضية أرسولا أشهر قضية فيهم، ولأنها أصلا ما كانتش متصنفة على أنها جريمة قتل ولكن اتصنفت على أنها قضية اختطاف من الدرجة الأولى. وكمان دلوقتي لأن التحقيقات يعني اتقدمت وزمان ما كانش فيه تحليل الحمض النووي والكلام ده، ولكن دلوقتي القضية دي تعتبر بقت سهلة جدا في وجود كل الوسائل الحديثة اللي تساعدهم أن هم يقدروا يفتحوا القضية تاني. وتم فحص كل الأدلة والأقوال تاني، وأهمهم طبعا أقوال المشتبه فيهم الرئيسيين مازوريك وبافافينغر، ولكن الشرطة عرفت إن بافافينغر خلاص اتوفى، أما مازوريك كان عايش لسه مع زوجته في شمال ألمانيا وكان بيشتغل في إكسسوارات القوارب. وأخيرا الشرطة قررت تتحرك وراحوا فتشوا بيت مازوريك ولو عنده جهاز مسجل شريط قديم اشتبهوا إن ممكن ده الجهاز اللي كان بيستخدمه لما كان بيسجل اغاني ايام ما كان بيطلب فدية لما كان بيشغل لهم الاغاني في التليفون. وعلشان كده قرروا ياخدوا الجهاز ده ويستعينوا بخبير يفحصه ويقول اذا كان هو ولا لا.
ففعلا الخبير ده قعد شهور كتير بيفحص فيه، ولكن في الاخر اتوصل او استنتج ان فعلا الجهاز ده كان مازوريك استخدمه في الجريمة. لكن لما سألوه انت جبت الجهاز ده منين، قال لهم انا لسه شاريه من اسابيع قليلة من سوق السلع الرخيصة والمستعملة لما كنت بقضي رحلة قصيرة مع زوجتي. ولما سألوه انت اشتريته من مين علشان نروح نسأله، ما قدرش يقول لهم او ما قدرش يحدد لهم شخص او مكان هو اشتراه منه. لكن الشرطة بعد كده بقى قررت ان هم يراقبوه، وزرعوا له ضابط مراقبة متنكر دايما بيمشي وراه في كل حتة، غير اجهزة التصنت اللي حطها له في العربية بتاعته وفي بيته وكمان في التليفون بتاعه. وفي 28 مايو 2008 وتقريبا بعد 27 سنة من وفاة ارسولا، الشرطة قبضت على مازوريك، وتم اختار عيلة ارسولا اللي كانوا لسه عايشين في نفس بيتهم وفي نفس المنطقة، وقال لهم ان خلاص ايام الجاني معدودة وخلاص يعني هيتحاكم قريب. وكان بموجب القانون الالماني فكان بيحق في القضايا الخطيرة للعائلات ان هم ينضموا للمدعي العام او المدعي المشترك ويشتركوا في القضية، بحيث ان هم يعني يعرضوا الادلة او يطلبوا شهود او يسألوا القضاء اسئلة وكده. ولكن والد والدة ارسولا ما كانوش حابين ان هم يتعرضوا لده تاني او يتعرضوا لتفاصيل موت بنتهم تاني، فاتفقوا في الاخر ان مايكل اخوها الكبير هو اللي يعمل الدور ده ويبقى مع المدعي العام. ومايكل في الوقت ده كان في الاربعينات من عمره. بدأت المحاكمة في فبراير 2009، والمحكمة في اليوم ده كانت زحمة جدا بسبب شهرة القضية دي، وكمان زوجة مازوريك كانت بتتحاكم معاه في القضية دي باعتبارها شريك في الجريمة. الصحافة وصفت مازوريك في اليوم ده بالمتجهم العملاق الملتحي. بعد كده بدأت بقى أحداث القضية، وبدأت يعني المحكمة تشتغل، ومازوريك كان بيحاول طول المحكمة ان هو يقول لهم انا بريء انا ما عملتش كده، وقال لهم انا ممكن فعلا اكون شخص مش كويس او اوقات كتير بكون وقح، وهتظهر محاولات كتير جدا لتشويهي وادانتي في القضية دي، ولكن انا فعلا ما قتلتش ارسولا وما ارتكبتش الجريمة البشعة دي. مازوريك في الوقت ده كان اشهر من النار على العلن بسبب شهرة القضية، وطبعا المدعي العام والشرطة ما يعني كانوا ملاقوش صعوبة خالص ان هم يدوروا وراه او يلاقوا اي ادلة عليه، لو حتى ما ادينوش في القضية دي فالمهم ان هي تدينه في اي قضية تانية وما يطلعش من السجن خالص. وفعلا اكتشفوا ان اصلا عيلته بتعاني منه جامد، وكل الناس القريبة منه بتعاني منه وخصوصا اولاده، وانه قبل كده تم اتهامه في قضايا تزوير واحتيال، وسنة 2004 تم القبض عليه في بسبب جريمة تزوير وثائق. وفي يوم مازوريك رجع لبيته سكران، جاب الكلب بتاع العيلة وقتله وحطه في التلاجة، وفضل يضحك ويقول انا نفيت الكلب لسيبيريا، وما كانش ظاهر عليه اي علامات ندم او حسرة على الموقف البشع اللي هو عمله ده. وبحسب الادلة الظرفية اللي قدمها المدعي العام للمحكمة، فمازوريك كان عنده اكتر من سبب يخليه يرتكب الجريمة دي، زي مثلا انه كان عليه ديون فكان محتاج فلوس جدا، وده يخليه يخطف ارسولا ويطلب فدية من اهلها. رقم 2، كان عنده كل الوسائل اللي تخليه يقدر يبني الصندوق ده لانه كان عنده ورشة. رقم 3، وجود قطعة من حزام جلدي تم استخدامه في بناء الصندوق، والحزام ده كان واسع ويبين ان هو لشخص سمين او تخين زي مازوريك. وبالرجوع لسنة 2007 لما الشرطة كانت ركبت له اجهزة تصنت وكانوا بيراقبوه وبيراقبوا مكالماته الصادرة والوردة، فكان في مكالمة منهم مثيرة للشك جدا واشتبهوا فيها. كان بيتكلم فيها مع واحد صديق قديم ليه من إيشينج، وكان بيحكي له او بيتناقشوا مع بعض عن قانون سقوط الحكم بالتقادم. ولكن اصلا قانون سقوط الحكم بالتقادم ده بيبقى اعتقد في الادله في الحالات اللي هي بتاعه القضايا، يعني اللي اتحكم فيها مثلا على شخص والشخص ده فضل هربان لمده 20 او 30 سنه فالحكم بيسقط بالتقادم وما بيتسجنش. لكن الموضوع ده ما كانش ينفع في حالة قضية أرسولا، لأن أصلا مازوريك ما كانش لسه اتحكم عليه. المهم إن مازوريك اتحكم عليه في 25 مارس 2010 بعد ما القاضي والمدعي العام قالوا كلمتهم، والقاضي قال خلاص إن الطفلة دي اتدفنت حية بدم بارد داخل الصندوق ده، واتحولت من بنت مختفية لمفقودة، من فتاة سعيدة لفتاة ميتة. وجه كلامه لمازوريك وقال له انت منتظر مننا دلوقتي اننا نحضنك ونقول لك مبروك البراءة وانت بريء وهتطلع منها؟
واتحكم على مازوريك بالسجن مدى الحياة، وخرجت زوجته براءة لأن ما لقوش عليها أي دليل أو أي حاجة تدينها في الموضوع يعني. وبعد أيام من الحكم، مايكل أخو أرسولا ما كانش عاجبه الحكم ده خالص، وكان حاسس إن القضية دي ناقصة حاجات كتير جدا، زي إن مش واحد بس اللي ارتكب الجريمة دي، وكان متأكد من الكلام ده. ولكن في الآخر الادعاء قال خلاص إن دي حكم نهائي وكلمة أخيرة ومطلقة ونهائية ومش هنرجع فيها تاني. وبكده يبقى مازوريك اتحكم عليه بأدلة تعتبر كلها فرضية ونظرية، ما كانش فيها يعتبر يعني أدلة مادية كتير تدينه. ولكن من داخل السجن بتاعه فضل مازوريك يحاول إن هو يبرأ نفسه على قد ما يقدر، وفضل يكتب رسائل لأخو أرسولا اللي هو مايكل يعني، ودايما كان بيبعت له ويقول له أنا بريء، يحاول يعني يخليه يرجع تاني للقضية، وإن هو بيقول له أنا بريء يعني ما تتهمونيش في القضية دي. وبعت له رسالة في بتهنئة، رسالة تهنئة في عيد الميلاد سنة 2013، ويرد عليه مايكل بقى المرة دي أخيرا وقال له أنا اتفاجئت برسالة منك، ومن الواضح ليك إن أنت يعني بتحاول تبعد كل الشكوك عنك وتبين إن أنت مش يعني مش الجاني وكده، ولكن أنا شخصيا عندي تحفظات على شخصك بالذات، وانت حتى لو ما كنتش الجاني فأنا بتمنى إن السجن يعيد تأهيلك من الأول، ولو كنت الجاني فلتذهب للجحيم. ولحد النهاردة مازوريك من زنزانته في أقصى شمال ألمانيا بيحاول يبرأ نفسه ويطلع نفسه من القضية دي. وفي النهاية فأكيد كلكم عندكم أسئلة محيرة في القضية دي. صحيح إن كل الإشارات النظرية أو الافتراضية كانت بتبين إن مازوريك ارتكب القضية، ولكن لما كانت التحقيقات شغالة مع زوجته سنة 2003، زوجته قالت إن هو كسلان جداً ووصفته بالرجل الكسول، وقالت ان هو ما يقدرش يحفر حفرة كبيرة بالشكل ده، او مش هو اصلا اللي حفرها، وكانت متأكدة من الكلام ده. فتفتكروا ان مازوريك فعلا بريء وان الشرطة هي اللي غلطانة، او انهم كانوا عاوزين يقفلوا القضية باي طريقة علشان مثلا يردوا اعتبارهم قدام سكان المنطقة ويردوا كرامتهم، لان هما ما كانوش قادرين يحلوا القضية دي، فكانوا عاوزين ياخدوا كبش فدا وخلاص؟ خصوصا كمان ان البصمة والحمض النووي في مسرح الجريمة ما كانتش المازوريك ولا كانت لي بفافينغر. احنا ما بننكرش ان هما ملهمش علاقة بالجريمة، ولكن ممكن يكون في طرف ثالث يكون هو العقل المدبر لكل الموضوع ده، ولحد دلوقتي ما بانش لسه. وفي النهاية انا عاوز رأيكم جدا، تفتكروا مازوريك بريء وما يستاهلش السجن ده، ولا هو فعلا غلطان ومذنب وبيحاول يدعي البراءة؟ انا كده اكون خلصت خلاص القصة والفيديو النهاردة، وقولوا لي رأيكم في التعليقات في القضية دي، وخلوا صندوق الحواديت يتملي وبعدين نتقابل. وداعا الى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه اللقاء وتحلو الموعد.